صباح الخير وأهلا بكم إلى حوار جديد من حوار لبنان اليوم، وضيفي في الاستوديو رئيس المجلس المالي والاقتصادي للدراسات دكتور علي كمون. أهلا وسهلا فيك. سعد صباحك وتحية لمشاهديكم الكرام. يعني اليوم رح نركز على التطورات الاقتصادية وآخرها أزمة الكهرباء، واللي هي منا أزمة جديدة أصلا، يعني دايما عودة على بدء وبنرجع للمساعدات إن كان من العراق واليوم من الجزائر. شو صار فيها شحنة الجزائر؟ أين بتوصل؟ لأني قالوا متوقع أنه 30/8 يكونوا هون، ولكن أزمة الكهرباء بدأت عنا من سنة 1971. نحن اشترت الدولة أرض بسرعاتها لتعمل معمل جديد. سنة 91 أو 92 كان الدولار صار ب 1005، كان شاري الدولة دلم الأرض ب 3 ليرات، كان صار دلم الأرض حقه 3000 دولار، الدولار 1500، ورجعت اجت الناس دفعت ردت الناس الأراضي بعد ما ردت أموالها للدولة بما اشترتهم بسنة السبعينات. طيب قبل ما نرجع لتاريخ ولأصل أزمة الكهرباء، خلينا نحكي هلأ باللحظة، اليوم شحنة الجزائر رح توصل على لبنان، لأنت رح تكفينا؟ وين رح تساعد ومقابل شو؟ نحن للأسف الشديد عنا مشكلة بوزارة الطاقة. أولاً الهدر بلبنان الكبير هو من وزارة الطاقة. نحن عنا هدر 50 مليار دولار من وزارة الطاقة. أكثر من هيك، نحن دائما جينا على صفقات بوزارة الطاقة، بدنا نجيب فاطمة جول وبدنا نجيب بواخر وعلى أساس بشكل واضح. وأنا هلا رح أحكي لحضرتك مقطع كتير بسيط يعني لحتى بس العالم تفهم شو اللي عم بيصير. هلا نحن الأزمة فيها 50 مليار دولار، إجا البنك الدولي قال إذا نحن بدنا نشتغل بوزارة الطاقة، نحن عندنا شغلة بدنا نعملها، أولاً بدنا ندقق على كهرباء لبنان على وزارة الطاقة، اثنين بده يكون في هيئة ناظمة لأنه وزارة الطاقة فاشلة بالتعاطي، ثلاثة ما هو الرهان حتى نسترد الأموال اللي بدنا ندفعها بالوزارة لدعم هذا المجال. وشفنا بهيدي النقاط كان كتير واضح العمل، إنه نحن إذا ما في هيئة ناظمة ما في عمل، والهيئة الناظمة إجت بسنة 2002 ودائما امتعضوا وزراء الطاقة، لأنه المادة 66 من الدستور بيقول لكل وزير له الحق أن يكون رئيس هذه الوزارة بكل ما يتفرع عنها بإداراتها بوزاراتها بكل هذه التفاصيل. هو أصلا سياسي هذا الموضوع، موضوع الهيئة الناظمة وعدم تشكيلها. بالعكس، هو الهيئة الناظمة هو الحل لوزارة الطاقة، لأنه لابد من هيئة ناظمة تعمل لإدارة هذا الملف، لأنه أدى إلى فشل بهذا الموضوع. وبالتالي نحن الهيئة الناظمة هي من ستكون هو صلة الوصل ما بين الدولة فعليا والوزارة حتى تنظم وتحط أورجانيجرام تقدر تمشي فيها الوزارة. صحيح هو الحل، ولكن عدم تشكيل الهيئة الناظمة هو سياسي. هو عودة سياسية طبيعية. نعم. وهو نكت سياسي أنه نحن بدنا نكون الوزير. وبالتالي أخي إذا أنت عندك اليوم وزير فشل بوزارة لابد من إعانة لها. وانا بقول انه حتى هذا الوزير اللي هو موجود في اوساط من التيار الوطني الحر اللي هو هذيك المره نائب رئيس التيار ناجي حي كان عم يحط سي في للوزير انه مش خرج يكون بالوزاره وكذا، وهذا دليل تشرذم داخلي بالنسبه للوضع. ونحن ما بنقول هو الله يعين الوزير يعني معتر منيح ما بو شيء، ولكن في مين عم بدير وزاره الطاقه من وراء؟ فلذلك انا بقول نحن ايام الوزير الرئيس حسان دياب، يعني مين قصدك عم بديره؟ ندى في حدا عم بديره؟ اكيد مين أكيد عم بديره؟ اكيد، وفي انا حتى ما سمي، ولكن بالمبدا العام في مين عم بدير وزاره الطاقه وكلهم بيعرفوا هذا الموضوع. بلس عن هذا الموضوع نحن كانوا عم يقولوا بده يعملوا معمل ثالث بسلعاته، لانه نحن عندنا دايره عمار والزهراني بيعطوا 1600 ميجا وات بالذروه، ونحن بلبنان بحاجه ل 3000 ميجا وات. نحن بكل بساطه نحن الطاقه البديله بلبنان من سنه 2020 دخلت الى لبنان، ونحن 3000 ميجا وات بطل نحن بحاجه لها، لانه نحن اليوم اكثر من 60% من الشعب اللبناني ان كان في الجنوب او في البقاع او في بعلبك الهرمل او بيروت او الشمال موجودين، ووجود الواح الطاقه الشمسيه موجوده. وبالتالي نحن المنازل اللي هي موجوده تقريبا سكرت اكثر من 70% او 65% من حاجه 3000 ميجا وات. وبالتالي نحن دير عمار والزهراني هودي معملين بيقدروا بالانتاج اللي هن موجودين بنرممهم
وبعد ما نرممهم بصيروا يعطوا الحاجة اللي قلنا، يعني يعطوا بالنهار لبيروت الإدارية والمؤسسات والوزارات، وبالليل نحن بيرجع بيعمل إعادة هيكلة بالنسبة لموضوع كهرباء لبنان لحتى تقدر تمشي الأمور. وما في نية لإعادة الترميم أصلا، ما في قرار، ما في قرار سياسي، ما في قرار لا سياسي ولا عملي ولا جوهري. وأبرز دليل نحن عم نشوف هلا بالإعلام بآخر فترة، إذا حضرتك بتشوفي أنا وأنت شفنا أنه نحن اليوم دائما وزير الطاقة بيلقي له محاكم مصرف لبنان، وهذا كلام غير سليم. اثنين، بنشوف نحن انه كل وزارة اعطت هي بالموازن ل 2024 عملها لحتى تقدر تحصل وتجبي. نحن فواتير الكهرباء بالنسبة لكهرباء لبنان عم تكلف لنفترض 6 سنت، عم تاخد 6 سنت. يعني اليوم في تحسين بالجباية اليوم؟ ابدا، في تحسين بالتعرفة، عم تقبض على العملة الفريش دولار، ولكن التحصيل اللي عنا في أزمة كبيرة. وأبرز دليل، أنا قلت لك اليوم تأخرت شوي لعند حضرتك على الاستوديو لأنه جاي من البقاع. أنا عندي بيت بالبقاع، أنا بدفع على كهرباء زحلي شهر بشهره. نعم. أما كهرباء لبنان عندي بالضيعة، أنا من جباع من جنوب، تجي مؤخرة، تجي يعني هلأ عم ندفع عن سنة الماضي. طيب اليوم نحن بظل هيدي الأزمة اللي صارت، نحن العراق بده منا مصاري ومديونين له، بعد كل الشكر لدولة العراق الكريمة اللي تحملتنا وقت ما كان حدا أريانا. طيب رح نفوت بهذا الموضوع، بس قبل بموضوع بس الجباية، بس تجي بتطلعي انه اليوم بهذا الموضوع وزارة الطاقة ما عملت خطة طوارئ لحتى هالشركات متعاقدة معهم اللي بيجبوا منا مصاري تقدر يجي يعمل إعادة جباية حتى يوصلوا أبديت إلى يومنا هذا. بتطلعي بتلاقي بوزارة الطاقة معتمة ما فيها خطة طوارئ، بظل نحن أنه نحن لبنان بس تخلص الهبة الجزائرية، ومشكورة دولة الجزائر أيضا. شو بنجي نعمل؟ نرجع نشحد عن جديد، بصير بدنا باب تالت عن جديد. عيب. لا نحن عم نشحد، وزير الطاقة بقول لك ما تقولش حادة، نحن عم ننتج كرامة. ايه صح، وزير الطاقة خليه يضل يتمشى بالشوارع ببيروت وهيك بنعالج قصة وزارة الطاقة. طيب جيد انه عم يتمشى بين الناس ولا لا؟ عم يعطي شوارع بيروت المطفية. على فكرة مش بس هو، حتى ريمون غجر الوزير السابق بحكومة الرئيس حسان دياب اعطى انه مفروض نعمل نحن بسلعاتها معمل ثالث بكلف الارض 600 مليون دولار، بنبني نحن هذه المصانع بتكلف ملايين الدولارات، وبكلا الحالتين هذا الموضوع بيعطي كهرباء اضافي. بالمقابل كان له مداخل الوزير عباس مرتضى بحكومة حسان دياب، وقال نحن عنا معمل منرمم بدير عمار وبالزهراني، وعطى مطالعة بكلفة تقريبا على هيديك بتطلع 10% وبتمشي الأمور. كلنا اقتنعوا بالحكومة بما فيهم وزراء الطيار والوزيرة عكر وكلهم، وقامت الدنيا وما قعدت كيف يعمل مداخلة ومشابه. يعني المقصد انه لا الوزير الحالي ولا الوزير ريمون غجر عم يقدر يعطينا مفعول فعلي شو مفروض نعمل. خطة الطوارئ اليوم بدها ناظمة، وانا بدي اقول لا ثقة ان تبقى الطاقة بيد وزير فقط لغير بعد الفشل اللي صار. نحن اليوم اذا بدنا نشتغل بدنا هيئه ناظمه، الحل يبدا من الهيئه الناظمه، من الهيئه الناظمه اللي مش نحن عم نطالب فيها، البنك الدولي طالب فيها، العالم البنك الدولي فيها. ايضا طالب بالتدقيق عن يعني بالتدقيق على كهرباء. من وين يبدا هذا التدقيق؟ من وزاره الطاقه الى للاستيراد للشراء والصفقه. كيف يعني؟ عبر شركات؟ اكيد اكيد، نحن اليوم بس تبلش بالهيئه الناظمه بتسهل لامور الشركات بالانتاج وبالتحصيل تشتغل. يعني التدقيق مرتبط بموضوع الهيئة الناظمة؟ أكيد، يعني اليوم الهيئة الناظمة فيها مستشارين، أكيد هن مش بس أي عاقل بالعالم تعرف. حتى وزير الطاقة اتصل بالرئيس بري قال له إنه منشان نعمل مشاريع قوانين جديدة يلعن بيها المشاريع. قال له من عين التيني كان الجواب بالإعلام حضرناها إنه روح نفذ القوانين الماضي لحتى نبلش نعمل مشاريع جديدة. ما القوانين الماضي موجودة. يعني اليوم الهيئة الناظمة طلب من الرئيس بري على الإعلام على التلفزيون وزير الطاقة يتصل بعين التيني حتى اللي يقدم مشاريع قوانين لإعادة هيكلة العمل. كان الجواب من عين التيني أنه لا، لابد أنه تطبيق القوانين السابقة، ما نعمل مشاريع جديدة. يعني نحن هذا المنطق بيقول مشاريع القوانين الماضي شو هي؟ اللي هي الهيئة الناظمة. الهيئة الناظمة هي بيكون فيها عدد من الناس المختصين الذين يعملون بهذا النشاط لإدارة الملف. طب شو العائق الأساسي، العثرة الأساسية أمام تطبيق هذه الهيئة؟ أوكي بالسياسة ما حدا مش ما حدا بده، في فريق ما بده هيئة ناظمة، الهيئة بس شو اللي بيعطل إنشاء هذه الهيئة؟ بيبطل قرار الشراء والفيول وفاطمة. شو العقبة الأساسية أمام هاي ببطل الوزير له حق القرار وحيدا بالنسبة للشراء،
لفاطمة جول. نعم. هاي الصفقة بتمشي، هيديك ما بتمشي. ايه. وللشغل الثاني انه نحن المشكلة نفذت الأمور وبطل القرار بيد الوزير، بيصير اذا بده يشيل هيئة ناظمة براسه مجلس الوزراء عبر وزير الطاقة، وبالتالي بطل عنده الشاف دور كسر، هو اللي بده يعمل كل شيء. نحن شفنا انه اكبر هدر بالنسبة لفاطمة جول اللي صار هيدي جريمة بحق العصر. نحن اللي عم نشوفه هو مش هيدا كله سوال، بدهم يضل قرار بايد الوزير لحتى يضل الوزير يمرق اللي بده اياه. نعم. واذا بتشوفي نحن من شفنا انه بالحساب بمصرف لبنان بسبب تعثر الخطه اللي هي موجوده وخطا وخطيئتها بوزاره الطاقه، راينا بالمقابل انه نحن عندنا شغله كثير مهمه بتنعمل، انه بلشوا التقويس على حاكم مصرف لبنان، بغض النظر نحن مع او ضد، لا قانونيه بهالموضوع، لانه طالما الموازنه اللي احنا موجوده عندنا هي غير خاسرة، لا يحق لحاكم مصرف لبنان أن يعمل سلفات وسندات ويحول للوزارة. وأصلاً رفعوا سياسة الدعم، يعني رفع يعني. مش بس الدعم. ايه؟ نحن اليوم حاكم مصرف لبنان السابق ايه؟ كان يعطي مصاري للوزارات سلف ويحول لهم مصاري لأنه كانت الدولة مديونة. أوكي. يعني كان عندنا إيرادنا 6 مليار ونفقاتنا 21 مليار وكان في عجز. لابد بالقانون أنه اليوم حاكم مصرف لبنان بيطبع الإيرادات وبيعمل سلف لحتى تمشي الوزارات عملها. أوكي. اليوم طالما الموازنة عندنا غير مديونة، لا يحق مصرف لبنان ولا حاكمية مصرف لبنان إلا بمشروع قانون بمجلس النواب، بينقرب مجلس النواب بيقدر يحول. ما بينما طالما هو الدولة غير مديونة بالموازنة، لا يحق مصرف لبنان تحويل سلفات مليار بالمئة. نعم. وبالتالي هو العمل بهذا المجال كان كتير واضح. هلا لانه نحن عندنا نحن المديونيه لاخر سنه 700 مليون دولار للحكومه العراقيه. نعم. وشفنا انه نحن كان طلب الرئيس مئاتي يعني التنازل عن هيدي، طلب انه تسفير هيدي المديونيه. أيه. وكان الجواب من العراق انه نحن لا نستطيع لانه بده مجلس نواب، الامر صعب لياخذ ثقه مجلس نواب للشطب هيدي الاموال. مقابل شو شطب هذه الديون؟ خدمات ولا على ولا خدمات شيء؟ الجزائر عملوا معروف اعطونا فيول نشتغل على. هلا هلا الجزائر هي سارعت فورا لدعم لبنان، والعراق هو سارع فورا. إيه. بس الجزائر قيل انه الموضوع مرتبط بدعوه لبنانيه على الجزائر، وما خص مرتبط بموضوع سوناتراك، صحيح هذا الكلام؟ هلا نحن صفقات جديده بوزاره الطاقه تتصير ما رح تمر. مين رح يعطل هيدي الصفقات؟ ما رح تمرق. أول شغلة في جزء من الناس، هذا النواب جزء من الناس، والناس استوت. الناس ما بيهمها مين وزير الطاقة ومين وزير العدل ومين وزير البيئة ومين وزير الداخلية. بيهمها اليوم بدها خدمات، بدها ناس، ما الناس استوت يا عمي. طيب بس الناس ساكتة يعني عن الكهرباء وعن كتير أشياء يعني. الناس ساكتة مش بس عن الكهرباء، عن كتير مطارح ساكتة. يعني الناس عم تدفع فواتير اقل شيء، والفاتوره يمكن مش عم تجي صح. بدي اقول لك شغله، اليوم بشيء بشيء يسكر، بغض النظر اذا صح او غلط كهرباء زحله كيف تشتغل وقديش عم يربح. لا هي مثال كهرباء زحله. لا هي انتبه، هي بس اراده انه جمعوا موتورات وحطوهم وعملوا فيهم مناقصة ومشت الأمور كمن الدولة. لا شك أنه كمان اليوم لحتى ما يفكر أنه حدا بريء، اليوم أستاذ أسعد نكد بيشتري من الدولة الكهرباء بالليرات وبيبيع الناس بالدولارات. أوكي. وعم يعمل مصاري كتير والناس عارفة هيدا الشيء، وراضي الناس بس عم تاخد كهرباء. لأنه عم تاخد كهرباء، عم تاخد كهرباء. واليوم كمان نفس الشيء، إذا بدك تاخذي لنفترض المي كمان بالباع نفس الشيء، كمان بتعرف هذا الموضوع. ونحن عم نقول انه اليوم نحن اذا انت عم تدفعي فاتوره كهرباء رح تدفعي فاتوره كهرباء ورح تاخذي كهرباء، اوكي بتدفع الناس. بس اذا اليوم نحن ما عم تدفع، وابرز دليل ليش اليوم قايم الدنيا والشركات على الضمان ووزاره الصحه. نعم. وعم تروح على الانشورنس، عم تدفع مصاري زياده، عم تاخذ خدمات. صح. ونحن اليوم بلبنان ما بدنا الا خدمات. يعني دكتور علي، اليوم المشكله مش بالجبايه، حتى بالتسعيره ارتفعت التسعيره والعالم عم تدفع. اذا المشكله بوزاره الطاقه انه هي متعاقده مع شركات عندها عجز. هلا بوزاره الطاقه كيف يعني؟ هي عم تسعر على الدولار. نعم. عم تروح مع شركات هي لحتى تحصل مصاري، عم تحصل مصاري بعد عن سنوات سابقه. عن سنوات سابقه. اليوم اذا انت عم تحصلي اليوم اب تو ديت، حصلتي هلا افترضي انت بشركه اللي هي كهرباء لبنان، حصلت بسنه 2023 الى حد الان، قديش بيصير في عندها بالصندوق مصاري؟ هلا قد عندها بالصندوق؟ هلا 168 مليون دولار. وينهم؟
بمصرف لبنان ولا هو الحق. ليش ما بتم تسديد هيدا منهم يعني تسديد ما هي بلشت قصة لقوا في مصاري أي. بلشنا بتمريق باس انه حاكم مصرف لبنان ما عم بيحولنا مصاري. اوكي خي طب انت ليه بدك تحول مصاري؟ مش انت عملت خطة وانت مسؤول عنها؟ اي طب هاي الخطة اللي انت مسؤول عنها ليه ما عم تقدر تحصل؟ انت عارف مستحقاتك. يعني اليوم اذا بتجيبي انت التلميذ اول سنة بالاقتصاد بتقولي له انت عندك كشركة مستحقات 1 2 3 4 كيف تعمل انت جيبيتك وتحصيلك؟ بده يعملها على اساس شو عنده مستحقات صحيح. لحتى ما يخسر. هن ماشيين على الطفشان يقدروا يتفضلوا يحصلوا مصاري من سنة الى حد الان من لبنان، والعالم رح تدفع مصاري اذا في كهرباء وسددوا وخلوا يكون في كهرباء عنا. يعني هن عم بيعيدوا الاصل المشكله للجبايه، او في ناس ما بتدفع مثلا، او في بعض المناطق ما بتدفع. مشكله 168 مليون دولار أيه. نحن بعد بحاجه لمصاري لحتى ندفع مصاري، لانه نحن مستحقاتنا ل 26/6 كانت 531 مليون دولار، وبالتالي لاخر السنه رح تكون 700 مليون دولار. منين بدنا نجيب مصاري؟ فاظن هدنا نروح على مناقصه جديده حتى نجيب فيول لحتى نمشي الامور، باعتبار انه العراق وقت اللي اجت قالت لنا نحن رح نتعاطى على طريقه مقابل خدمات حساب بالليره اللبناني بينحط بقلبه مصاري. اذا عازوا العراقيين في مصاري بلبنان خدمات مقابل خدمات صحيه وخدمات طبيه وخدمات تربويه، وهذا كله مش موجود وكلنا بنعرف، وانما شبه هبه، ولكن هذا المصاري بتندفع. بهي الحاله شو قالوا؟ من مرق صفقه تمشي 168 مليون دولار، بنعمل فيها نحن مناقصه جديده يكون قيمتها 100 مليون، بنجيب 168 مليون بنحط من سعرها وبتمشي الامور بهيدي السكه. يعني هلا لازم يكون معنا وزير الطاقه لانه له حق الرد، يعني أنا عم تحكي شيء انا اتشرف انت... خليه هو يجاوب انا بجاوبه. نعم بيقول لا يعني بحكي بال... نحن ما زلنا في اطار الاتهامات او تبادل الاتهامات. انا بحكي هلا انا عبر يعني اليوم بيطلع شطر. من وزاره الطاقه بيقولوا لك كل هيدي الاتهامات زور. انا عبر شاشتكم الكريمه نعم. خليه يطلع هلا على التي في معكم هلا بالمداخله وانا بطلع. هو بيقول لا انا بعطيه مستندات، بيقول ايه ما بيأثر بتقطع بس اذا بيقول لا بعطيه بالبروف شو صار ما يخبرنا خبريه. بركي اذا سمعك برد علينا يا رب. كان عنا من فتره كمان وزير الطاقه هو مهضوم. طيب خلينا نحكي بمنطق بلسان الناس، يعني اللي بتسال اليوم الفاتوره من حيث التسعيره عاليه أكيد فرنش دولار عالية. ليكي بدي خبرك عزيزتي شغلة صغيرة. نحن لبنان كمان نرجع اللي هو الفاصل صار ما بينه بينه رئيس حسان دياب حكومته أعلن كلمة أنه نحن بدنا نشيل الدعم. ولكن نحن الحكومات من التسعينات، بس أنا بدي أقول من سنة 2011 بالذات إلى سنة 2019 كل الناس كل الحكومات حتى بعدين الى حكومة الرئيس حسان دياب كانت عم تدفع الكهرباء مدعومة. يعني اعتبري كان يكلفنا لنفترض 350 ليرة للكيلو يقبضوا 35 ليرة بحجة انه نحن عم نغطي. هيدي اسمها دعم، ولكن دعم مبطن. ما تجرأ ولا حتى اي وزير ولا حتى اي رئيس حكومة يقول انه فعلا لا نحن كنا عم ندعم. بس قال الرئيس حسان دياب هو جديد كان على السياسة انه دعمنا بدنا نشيل الدعم، صار هو اللي قاسم زهر البعير، بطل هو المدعوم اصلا. ولكن بالمقابل اذا بتشوفي بتعرفي نحن شو عندنا ازمه؟ نحن فوق الكهرباء اللي هي 50 مليار، نحن عندنا فوق 60 مليار دولار هن السوريين بلبنان بالعجز. ازمه بحد ذاتها نعم. بس انا بقول شغله صغيره، كانت هيدي المصاري عم تندفع من اموال المودعين. كانت هاي الاستحقاقات لفاطمه جل وللوزارات ولكل هذا الدعم المبطن والغير مبطن. عم يندفع من اموال المودعين. وابرز دليل انه اليوم هول ال 50 مليار اللي كانوا عم ينعمل فيهم سند سلفات الى الوزارات لتندفع، والتحويلات اللي كانت تصير الى كل الوزارات دون استثناء. اوكي منين كانت عم تندفع؟ تحويل عبر مصرف لبنان وزاره المال، وزاره المال لهم. طيب هودي من اموال مين كانوا عم يندفعوا؟ المودعين. من اموال المودعين. اليوم بس بدك تحكي بلسان الناس بتقولي نحن انه ما كنا ندفع مصاري الا شيء بسيط. وما كانت تجي عنا الكهرباء، طب هلا عم ندفع كثير هيدا الدعم من اموال المودعين تعرس، طب وهلا اليوم نحن عم ندفع كثير وما عم تجي الكهرباء. أي. يعني الخطا من مين؟ الخطا من السياسه المحكم اللي هي موجوده، الخطا انه المفروض وزاره الطاقه تدعم الشركات وتضغط على الشركات المتعاقده معها لتجبي المصاري. نحن اليوم الناس كل الناس بتسمعي من الجنوب للبقاع للشمال لكل المناطق. خي بندفع مصاري بس اعطونا خدمه.
يعني كان لازم جيب لك الفواتير حتى اللي أوقات بنستلمها في فاتورة ما بتشبه الفواتير مثلا، بيكونوا حاطين لك عليها رقم مبلغ مالي بس هي مش معروف إذا فاتورة كهرباء أو لا، بس نحن بندفع. ليش العدادات يعني بجيبها الجابة، بجيبها الجابة مثلا بحطوا لنا اياها بس تدفعوها بنعطيكم الفاتوره، كيف يعني؟ بيعطوك ايصال بالقبل هذا الدليفري نوت انه هالقد عليكم مصاري بتدفعي مصاري. لا ما هو الجابة بيعطيها تنقول مثلا لناطور البنايه، ناطور البنايه بيجي بجيب لك هالورقه الصغيره بس الفاتوره بتضلها معه ما بيعطيك اياها. كيف هاي يعني في كمان شيء من تحت الطاوله او مين قال لك انه اصلا العدادات اللي عم تتاخذها تنعطي لك هي صح؟ ومين قال لك انه اللي عم يجبي هلا اليوم حسب هيدي نومه اهل الكهف اللي عم ياخذوا منك مصاري عم تروح كلها سوا لحتى على الوزاره؟ هون مين مطالبه مين مطالب بمراقبه هيدا الموضوع؟ وزاره الطاقه هي مفروض تعين اكسترنال اوديتور يكون هو موجود لاداره هيدا الملف، او هيدا الاكسترنال اوديتور مفروض يكون للشفافيه من قبل وزاره الطاقه على الشركات اللي هي موجوده اللي عم تعطيها صلاحيات. بيقدروا الجوبات يلعبوا بهيدا الاساس؟ يعني ممكن يكون في غطاء كمان عليهم؟ ليش مين قال لك انه كل المصاري اللي عم تنعطى للجوبات عم توصل للشركات؟ اذا عملك بعد عم تحصل هلا عن سنه الماضي بغطاء دكتور علي من الفوضى حدا بيتجرأ على هيك؟ او يمكن لانه المواطن اللبناني بياخذ الفاتوره وبيدفعه وما بيسال كمان. ليك انا لبناني وبحب لبنان وانتمي الى لبنان ولكن نحن اليوم غياب وجود الدوله كرقابه على هيدي الشركات، شو اللي بيخليك تكوني انت خايفه اليوم من النظام؟ من القانون، تطبيق نظام. القانون بالعداله بس يكون في نظام بيطبق القانون، بس يطبق القانون بيمشي الحال بصير العالم تخاف. تطبيق القانون على الجميع وبالتالي 100% وبالتالي بتلاحظي اليوم انت في عالم بيطبق عليها القانون وعالم ما بيطبق عليها القانون، عالم بتروح استريكت وعالم بتدوبل. واليوم نحن اذا بتشوفي بشكل مباشر يعني اليوم في مجال تخبريني كيف ناس لو ما في قرار بالاساس يكون لبنان في عتمه؟ في مجال افهم كيف انت اليوم تشتري مني شغله ب 3 ليرات ومفروض يكون تردي لي اياها 3000 دولار بتاخذيها ترجع بترديها ب 3 ليرات وبتقبلي؟ فين نفهم؟ فين نفهم اليوم نحن بهيدي الازمه اللي هي موجوده؟ يعني نحن عندنا ازمه طاقه بتهدد بلد، وعندنا ازمه موضوعين بتهدد بلد، وعندنا ازمه نازحين بتهدد بلد، فين نفهم كيف بعد ما قعدوا على طاوله مستديره لحتى ينعمل؟ بتحلى يعني الطاولة المستديرة؟ أكيد إذا فصلنا السياسة عن الاقتصاد فعليا. أنا ما في فصل للسياسة. إذا فصلنا السياسة عن الاقتصاد مثل بس تفصل الدين عن الدولة تمشي الحال. بلبنان بعيدة هيدي، يعني ما خلينا نبتعد عن الشعارات، بعيدة. هلا نحن عم نقول إذا نحن بدنا حل، أما إذا الأمور بدها تمشي بهيدي الطريقة تحت النكد إنه أنا بعطيكي وأنت بتعطيني وإذا أنت ما أعطيتيني ما بعطيكي ما بيمشي الحال. طب هلا تم ربط يعني كمان المساعدة الجزائرية بموضوع الصمود فيما لو خلصت هيدي الحرب، يعني هيدي أزمة الكهرباء منا مرتبطة بالحرب، هي منا مؤامرة على لبنان، هي هيدا مثل شاب يعني كل شيء بنعيده لمنطق المؤامرة وإسرائيل، بس هي منا مؤامرة على لبنان. هيدا مثل شاب بس يلاقي صبية حلوة بده يتغزل فيها بيقول لها ليكي أنت كتير حلوة فيي احكي معك. هو يبلش بهيدا الكلام ليحكي معها. الجزائر نفس الشيء عم تتعاطى لانه قال في حرب، لقيت حجه لتفوت تعطينا نحن هراء حجه لتفوت شو مستفيده يعني؟ هلا هي الجزائر عندها هيدي النخوه واليوم هي لها موقف كبير من موضوع القضيه الفلسطينيه. انا ما عم بقول هي شو مستفيده، عم بقول لقيت حجه تقدر تفوت لعنا تعطينا هراء. ايه بس انه هي لها دور بدعم الصمود، ولكن انا السؤال اذا خلصت الحرب على لبنان وبقيت ازمه الكهرباء كيف بعد فينا نتلقى مساعدات تحت اي عنوان؟ الصمود في وجه الحرب هلا نحن وانتاج الكرامه نحن اليوم حاطين بلان كدولي لبكره شو بده يصير معنا؟ ما في بلان بلبنان بحياته، ما كان في بلان. يعني نحن اليوم اعتمدنا من زمان عندنا خطه طوارئ الحكومه عم تشتغل عليها هلا. نضحكت في خطه طوارئ عم تقوم بواجباتها الحكومه. طلبوا من العراق قالوا لها انه نحن تمحي هيدا الدين ووعدهم لشهر 10 اوكي ليعطيهم مصاري. اوكي في مجال نفهم شو خطة الطوارئ اللي فينا نحن نأمن مصاري لحتى نعطي مصاري للعراق بشهر 10؟ يعني ما راح يطلبون بشهر 10؟ حنرجع لنفس القصة عزيزتي، نحن عندنا مصرفين مراسلين من برا ونحن عم نتحول الى اللون الرمادي والى اللائحة الرمادية لانه نحن عندنا كاش ايكونومي. طيب في مجال افهم نحن هددونا هول المراسلين هول المصرفين المراسلين اذا ما بنعمل اصلاحات بدهم يوقفوا. فينا نفهم نحن اليوم شو عملنا اصلاحات بخطه الحكومه الطوارئ؟
هلا هيدي خطة الطوارئ للحكومة مرتبطة بالحرب، اليوم يعني الحكومة عم تقوم بواجباتها، طب انه يا ولا شيء يا امانة عم توضع خطة، مع احترامنا بس كيف هيدا الدعم بده يجي لحتى يغطوا هيدي الخطة؟ الوزراء المعنيين. ايه. انا بس بسأل سؤال، نحن اليوم اذا هول المراسلين نحن عم نحكي خطة الطوارئ، نحن في شركات عم تحول مصاري نقدي عبر المصارف والمصارف تحول الى الشركات لتجيب نحن بضائع، برغم نحن عندنا مشكلة ملاحة بحرية وملاحة برية كل ما شابه. اوكي طب نحن فينا نفهم اذا هودي وقفوا المراسلين المصرفين المراسلين الى تحويل الاموال للخارج كيف بياكل الشعب هلا؟ طيب اذا سكرت حدودنا نحن شوي، نحن ما عادش عندنا قرارات يكون عندنا طحين ومطعمه. وزير البيئه رئيس اللجنه صرح انه ما في مشكله بالامن الغذائي، يعني ما في مشكله، انه كمان تصريحات مثل ايام الليره بخير، يعني يخبرنا مثل ايام الليره بألف خير، يعني هلا شعارات وزير البيئة مع احترامنا له يتفضل يخبرنا كيف مشكلة ما في مشكلة أمن غذائي. نحن ما عندنا شيء مطرح نخبي فيه طحين، ونحن شفنا انه وقت عطونا الطحين الحكومة العراقية حطيناه هون باستاد الرياضي اللي على ال مثلا، ولا من ضمن المواصفات تبع الحماية ولا المعايير انه يكون محميها الطحين، وتحججوا انه يا خيي هذا بس للباجيت، خي اعملوا باجيت ووزعوا للناس. طب يعني في مشكله والله نحن صار عندنا ازمه، يعني نحن اليوم بعد بيقدروا عندهم عين يطلعوا يكذبوا على الناس، يعني ما عندنا عمل غذاء. انا هذا الموضوع كتير بيوترني، الناس ما عندها كرامه، الناس ما عندها مستقبل، الناس ملت، الناس شو يا خيي هودي شو عبيد مطلوب بس يروحوا صوتوا بالانتخابات؟ يعني بيقول لك انا ما عندنا امن غذائي، خي بدي انا اساله سؤال عبر حضرتكم، تفضل، اذا اجى الطحين وين بيحطوه؟ وين بدكم تحطوه؟ والشتي اليوم شتت عليه الدنيا وين بيحطوه؟ وين؟ وهو بده براد، اخي ما عندنا اهراءات وما عندنا مطرح، مش بالاهراء، ما عندنا مطرح. طيب اليوم هيدا طحين بده درجه حراره معينه وبده توزيع معين، يا عمي بتعرف الافران كيف عم يشتغلوا؟ هلا بتروحي على فرن اليوم انت بتشتري من عنده ربطه خبز، اليوم بيكون ربطه الخبز طيبه بكره مش طيبه، بتعرفي شو السبب؟ شو السبب؟ لانه بتعطي بنات من وزاره الاقتصاد بتقول لك روحي على اليوم على المطحن الفلاني خدي، طب تيجي ثاني نهار بده دورك تقول لا روحي على المطحن الفلاني خدي، يعني هي بالمطاحن عم بتكون طبعا بيوزعوا بالمطاحن، يعني اليوم مطاحن شو بتقدر تستقبل؟ اليوم ملاحة بحرية إذا حضرتك يا حضرة الوزير اليوم أنت مفكر أنه اليوم في ملاحة بحرية عم تيجي بوقت الطحين وبوقت كله ما عم يجي شيء، بيجي كم مطحنة مرخصين من الدولة عم توزع عبرهم الطحين. طب ليه بده يطلع وزير البيئة ويطمن لكان الشعب اللبناني؟ إن شاء الله الله لا يقدر يصير حرب. نعم. إذا اليوم بيصير حرب 10 أيام الناس بتاكل بعضها. أف لو بدنا نكذب على بعض، نحن عم نحكي قدام رأي عام. نحن ما عم نحن ما عم نستخشم الرأي العام ولا عم نستخف بالرأي العام، اليوم في مسؤولية بدها تكون، اليوم إذا أدى المسؤولية تفضل تعاطى. شو لازم يعمل؟ نحن كان الجوهر الحديثي وقت كان بحرب تموز وبغير حرب تموز كان عم يجي من سوريا إلى لبنان، اليوم سوريا عندها أزمة اقتصادية كتير كبيرة وما عم تقدر تلبي حالها، طب شو بنعمل نحن؟ بنجي تقالي زيادة؟ بيطلع الوزير بيقول يا خيي انا هلا عبر حضرتك خلي الله لا يقدر يصير حرب، اذا بيصير في حرب 10 ايام خلي يخبرني كيف تاكل الناس 10 ايام مش شهر وشهرين مثل ما عم بيقولوا. اليوم بدك لوجيستي على الارض يشتغل، كيف تنقل العالم؟ كيف تنقل الطحين؟ شو فيهم يعملوا؟ يعني اليوم اذا انضرب طريق دهر البيدر وتسكرت الامور بين بيروت والبقاع واهل البقاع بدك تاخذي على المخابز اللي بيوزعوا خبز بدهم طحين، خلص الستوك تبعهم، كيف توصلهم انت؟ طب شو الخطه البديله؟ الخطه اليوم؟ انه اليوم إن نحن دوله عاجزه عن التفاصيل هيدي، بدك تيجي بدنا نبلش نحن الحل نقول. برايك دكتور عادل؟ الحل بده يكون في محاسبه، اولا نحن في عندنا 40 مليار دولار اخذوهم السياسيين والنافذين واللي هن على القروض وردونا 1005، تفضلوا يردوا لنا نصهم باي طريقه بس يكون في قرار كله بيجي. نحن اليوم نحن بازمه، نحن لبنان بدأت مشكلته بال 2006 وأنا قلت على شاشتكم الكريمة وما بتنتهي إلا بعد قوام 20 سنة كونداليزا رايس، مش امبارح صار المشكلة 2006 قالت سنحور وجه الشرق الأوسط إلى شرق أوسط جديد، كان في أزمة. اليوم للأسف ما في حدا، فيش عندنا راس تحكي معه. اليوم بتيجي بدهم شيء الأمريكان عم يحكوا مع الرئيس بري، بدهم شيء الأوروبيين يحكوا مع الرئيس بري، ما فيش رأس هرم تشتغل. نحن اليوم بأزمة عويصة مثل هيدي يا خي مش قادرين نحن. طب يعني خطة الطوارئ اليوم غير كافية ولا تتلقى الدعم العربي والدولي؟ ما حدا قريننا يا عزيزتي. لا لا ما في دعم، يعني ما في دعم من مطرح، ما في دعم من حدا. نحن يعني ظروف الحرب اليوم لو تختلف، لو العراق شفي علينا نحن وعطونا البترول الفيول لحتى نضوي، ما حدا حكي معنا ولا حدا بيحكي معنا. بدنا نبطل نحن نكذب على حالنا
ونعرف نحن رحم الله امرئ عرف حده فوقف عنده. اعطونا البترول حتى نضوي بس ما ضوينا. نحن عندنا حدودنا معروفه كيف ونحن حجمنا معروف قديه، ليه بدنا نكذب نحن على حالنا وعلى الناس؟ ونحن برايك قد ايه اصحاب المولدات الخاصه اليوم استفادوا من هيدي الازمه؟ يعني اصحاب المولدات هني سبب انه ما فيش وزاره الطاقه. اصحاب المولدات يعملون بكل بساطه، لا يدفعون الضرائب، غير مسجلين في الضريبه اللي في الدوله اغلبيتهم، وبغض النظر انه قال سجلنا وكذا، عملت وزاره المال خطه للمكتومين درستهم، ما قدرت تطال كل الناس. اليوم نحن في عنا ناس قادرين، نحن بلبنان الاقتصاد الخاص يعافي حاله بس يتركوه بحاله، وقادر نحن بشوية ضبط من الإيقاع يمشي حاله. أبرز دليل اليوم نحن عنا سوريين، نحن قادرين نحول النعم النقمة إلى نعمة، يعني اليوم نحن قادرين نفوتهم مثل ما كل الدول بتعمل. أوكي. بتفوتهم بالسلطة، بتفوتهم عفوا بالضرائب، بتدفعهم ضريبتهم رسومهم وبتمشي حالهم. في مجتمع دولة وراهم، في مجتمع دولة عم يدفع على الدولة اللبنانية، مش عم يدفع؟ لك عزيزتي هو بيدفع له 300 مليون دولار ونحن عم نلك دافعين 60 مليار دولار من وقت ما بلشت 2011 لهلا. بتعرفي انه باي دوله بالعالم هلا بتيجي مثلا بتروحي على تركيا، تركيا بتقبض 60% للدوله و40% بتوزعوا على هودي السوريين، وهودي السوريين باهلوهم ليصيروا بعدين يخرطوا بالمجتمع ويسجلوا شركات ويدفعوا مصاري ويدفعوا ايجار بيت، لا خيمه ولا شحار. اوكي. وبالتالي عم تستفيد منه. نحن بلبنان بتجي بالضغط من برا. نحن على فكرة السوريين عندنا بلبنان لوائح ما عندنا لقلون. طب دكتور علي، يعني اليوم إذا دفعوا ضرائب مش يعني نحن شرعنا الوجود السوري بلبنان؟ بالعكس، ما هو رح يضل أجنبي، شو رح هو رح يكون لبناني؟ ما قال عليه لا أبدا، ممنوع الجنسية عزيزتي. نحن عندنا 2,200,000 سوري، وكل يوم عندنا 150 ولادي صار الساعة 6 الصبح بيولدوا بلبنان. 150 ولادة في مستشفيات ما عادش استقبلت لبنانية، عم تستقبل السوريين. أولا لأنه بيقبض مصاري، اثنين لأنه بيضل موجود، وأهم من هيدا كله سوا أنه إحنا كلهم بيقبض تحويلات. إذا أنت اليوم عايشة ببلد غير بلدك، أوكي. إذا ببلدك بتقبضي 100 دولار بتعيشي فيها بالشهر، بغير بلدك بتقبضي 300 دولار على الشخص، بتقبضي مدارس، بتقبضي مزوط، وبتقبضي محروقات، وهذا غير 300 بيروح بيشتغل وبيطلع مصاري وعم يعمل 1,000-1,500 دولار بالشهر. بتيجي بتقولي له تفضل روح انت على بلدك، بيروح؟ ما راح يروح. اذا انت بتيجي بهالحاله من دون حوكمه لهيدا القرار، ومن دون ما رئيس الحكومه يكون عنده له حق القرار والضرب على الطاوله يقول انا هذا الموضوع هيك حلته. ما هو القرار مش بس عند رئيس الحكومه، ما رئيس الحكومه بيقدر يواجه. اليوم رئيس الحكومه هذا قرار سياسي بيتعلق بكل، لما فاتوا لعنا كان في مدافع عن الموضوع على راسي، يعني. بس بدي اخبرك شغله، اليوم صار اليوم في رئيس تراجع. الحكومه هو بيقال في امور انا استطيع ان افعلها واستطيع ان لا افعلها. ايه. وبالتالي نحن بهي الحاله هيدي، اذا في حال بدنا نفعلها بده يكون لنا حدود. اما اذا لا نستطيع ان نفعلها فهذا الموضوع رح يكون له حل. يعني هو قادر يعمل شيء، هو اعترف انه قادر يعمل قادر ما يعمل. اليوم بدأت القسمة بالأزمة السورية ونزوح السوري إلى لبنان أنه بشكل مباشر بيقولوا أنه نحن عنا أزمة إنسانية بيمشي حالة. أما اليوم نحن صار عنا عبء، وهذا العبء ضغطه كتير كبير، وبالتالي عنده تكلفية كتير كبيرة. على فكرة من 50 مليار وزارة الطاقة اللي هني موجودين، في عنا 25 مليار هني وجود السوري مستهلكينه. طب دكتور علي، ننتقل لأزمة النزوح اللبناني من جنوب لبنان. يعني اليوم في أكثر من 100,000 عائلة نزحت من القرى الأمامية، بأي اتجاهات عم بتروح؟ وكيف عم بتم احتواء هيدا الموضوع من قبل إن كان الحكومة أو من قبل يعني ربما في دور للبلديات؟ لا، أولا الحكومة غائبة عن هيدا الحل يلي هو موضوع النزوح. صح. نحن عندنا دور. شو اللي لازم تعمله الحكومة بهذا الموضوع وما عملته؟ مفروض تتصل بوزير الداخلية كرئيس حكومة، يعملوا نعم. لجنة طوارئ. نعم. وزير الداخلية تصل بالبلديات، والبلديات تشتغل على الأرض لحتى تبلش تأمن. بس أنا مش من ضمن لجنة الطوارئ. لا بس بدي أخبرك شغلة، لجنة الطوارئ ما لها طعمة. ليه؟ اليوم عم يطلع مثلا نازح من الجنوب، أنا عم يتصلوا فيه، عم يطلعوا مثلا على مطارح من أمن المطرح، يكون أجاره 1,000 دولار، بيدفعوا 2,000 دولار.
عم يدفعوا ما في محاسبه ما في لانه ما في بلديه تقول لا ممنوع تاجروا ب 2000 دولار مش البلديه من خطه الطوارئ لحتى تعطي ريبورت للداخليه والداخليه صحيح صحيح ما في اليوم تطلعي بتشوفي نفترض خليني اقول شغله انا لمسها بقضاء زحله في جنوبيين طلعوا وفي ناس عندها كرامه استقبلتهم قالت لهم حضرتك من الناس اللي من الجنوب وهلا بزحله نح صحيح نحن عم يتصلوا في انا من نبطيه من صور اصدقاء وكوننا نحن بتعرفي بدنا نكون خط نحن لجنة الطوارئ في ناس مشكورة عندها كل المحبة والكرامة والوجود ومش بعيدة عن أهل الباع يعني أنا عم بحكي عن اللي صار معي صحيح عم يعطوهم منازل بلاش ما بياخدوا منه عادة في بيصير استغلال للأزمة ورفع في ناس بيقولوا لك نحن بدنا أجار 2000 دولار و 3000 دولار أنا عم اللي أنا شفت أنه اليوم اللي عم يطلع عم يدفع مصاري هو قادر والجنوبي الغير قادر عم بيكون إما يبقى بضيعته المهدد بالضرب بأي لحظة صحيح. أو عم بيكون بمطارح مثل ما شفناهم نحن بالمدارس وبالثانويات وفي ناس من الجنوب كمان على صيدة والأمور فتحت بيوتها وقعدتهم فيها عم بيصير في استغلال أكثر من مطرح وخطة الطوارئ غائبة كل الغياب اليوم نحن إذا بده يطلع اليوم طبعا لا شك انه في جنوبيين راحوا على انطلياس وعلى طبي وعلى المتن باجارات عاليه باجارات عاليه اكيد انا بدي اقول شغله اليوم خطه الطوارئ اللي هي موجوده تيجي تتفضل يعني مطالب اليوم خطه الطوارئ بضبط الاجارات مطالب الحكومه قاطبه يحكم مع وزير الداخليه لحتى يعمم على البلديات انه ممنوع الاستغلال قد يكون هذا الموضوع انطرح ولكن على الارض مش عم يتنفذ طيب وين دور البلديات يتفضلوا البلديات في دور هون للبلديات اكيد المفروض يعني اليوم البلديات بدل ما تروح تحاسب اذا يعني هي غائبه كما غابت بازمه النزوح السوري اليوم هي غائبه مليار بالمية صار موسم سياحي يعني عم نستفيد من موضوع الاجارات اللي عم على والجنوبي بحب السياحه على فكره نحن بتعرفي شغله نفترض يعني في هذه الاجارات ازمه كثير كبيره هي ما قدس بالاجار ما بده يقعد اليوم على الاجار بده يعملوا حركه اقتصاديه كامله يعني من الدكانه لللاندري للسوبر ماركت للصيانه للمعلم للكهربجي للبيطرش وبالتالي نحن عندنا ازمه كثير كبيره عم تكون هذا الموضوع فالنداء الكبير اليوم نحن ازمه كثير كبيره والحرب انا قلت بالسابق اذا بقت الامور ماشي بسكه سليمه 30 60 توقف الحرب اذا لا بدها تمتد الى سنه واثنين وتخربطت الامور نحن وتداعياتها فيما بعد الحرب وانطلقت الامور فهذا الموضوع بدات الخطه تشوف انه اليوم اذا خط الطوارئ اليوم ما عملوا بالحكومه شيء نحن رايحين على ازمه كثير كبيره لانه الحرب ما شكلها بدها تنتهي هلا وشكل المفاوضات بقطر فشلت وشكل الامور رايح على تازم اكثر وبالتالي هذا الموضوع بيلزمه انه يكون في مناطق تكون عندها الوطنيه مرتفعه شوي بعيدا عن الماديه لحتى نقدر نستمر يعني الكل مطالب اليوم من الموقف الرسمي الحكومي الى المواطن اللبناني اكيد اليوم اذا اجاره 500 خد 1000 طب برايك هيدي ازمه الاجارات يعني في ناس انه مثلا بتقول بننطر لتخلص الحرب لتظبط اسعار الاجارات ممكن ترجع تتعدل او تنضبط او تنزل يعني لا نحن الاجارات بلبنان مرق بتخبط كبير يعني من وقت الازمه الاقتصاديه صح كنا مثلا شقه الاجاره 350 دولار صحيح. على فرق الفروقات والدولار صار عندنا بمليونين بثلاثة مليون بعدين رجعت تعدلت بعدين صارت هلا عم تقبضي انت تقريبا 60% من الاجار القديم هلا السنه الجايه فيك تكون 75% السنه اللي بعدها بترجع 90% 100% بدها وقتها ترجع الدوله تستعيد حالها والناس ترجع تمشي اليوم اللي كان يدفع اجار 350 دولار كان يقبض 2000 دولار صحيح. اليوم اللي بيقبض 2000 دولار عم يقبض 400 دولار صح. فمضطر يشتغل هو وزوجته واولاده ليدفعوا اجار هيدا الموضوع طبعا بده وقته لحتى يمشي لانه اليوم بالاقتصاد ما في شيء بتكوني واحد بساعة حتى موضوع الاجارات كان بحاجه لحل من قبل الحرب يعني على لبنان لانه مع بدايه ازمه 2019 يعني كان في كارثه الاجارات عزيزتي عم نحكي فيه من سنه التسعينات حتى الان بعد ما انحل وما بيقدر ينحل لانه اليوم اللي قاعد باجار قديم عم يدفع 20000 ليره بعده اجار شقه 400 500 متر بالحمرة عم يدفع اجار هيدا مظلوم ولكن الاجارات الجديده يعني صارت هستيريه بطريقه ما حدا بيراقب ما حدا بحاسب ما حدا وين العالم تقعد ليش يعني. وقت اللي عملوا نحن العقارات بنعرف الرواتب يعني الى اي حد دنت يعني وقت العقارات المبنيه اللي صارت
وصار متر الارض بالحزميه ب $3000 هو ماكسيموم بيسوى 1500. اي ما كان في رقابه وقتها وكانت العالم هيوج ماشي. كان في رقابه وقتها؟ ما كان. وقت الراتب الموظف ينزل من $3000 او $2500 ل $250 هذا بيكون في رقابه؟ ما بيكون في رقابه. وقت قانون الاجارات واحد عم ينظلم اللي عنده عقار حقه $1,000,000 ما اجره بالسنه كلها ب 300,000 ليره هذا بيكون عم ينظلم ولا ما عم ينظلم؟ لهالسبب بنقول اليوم ما هو لبنان اصلا يعني عنده ازمه اقتصاديه وفات بحرب ولا ما فات هي ذاتها يعني؟ بالعكس يمكن نحن الازمه اللي مرقنا فيها من سنه 19 رجعت وعيت الناس. كان في خطه ممنهجه لتحويل الاقتصاد في لبنان من انتاجي الى ريعي. اوكي. وتنبلت الناس وصارت الصبح على هو ريعي اللي انت كان انتاجي؟ لا نحن كان عندنا انتاج كثير بلبنان. امتى كان انتاج الاقتصاد يعني؟ ليكي كان بلبنان كله سوا موجود ينزرع بالبقاع مثل البقاع. عم نحكي البقاع بس انه بس لقود ولا بجنوب؟ تفضل. نحن اولاد جنوب. كان ينزرع بالحشيشي وكذا واكثر من مره طولب انه تشريع هيدي الزراعه لتحول الى زراعه منتجه الى الدوله بتدخل مصاري للدوله. وقفوها وحطوا بدالها التبغ والشمندر. بجنوب كان في الحمضيات والامور اللي نحن بنزرعها والزيتون والزيت وبنقدر كنا نصدر فيها لبرا. وقت الواحد كان عم يشتغل ويطلع بالشهر لنفترض $500 اجى قال لك تعال بيع ارضك حط مصرياتك عنا ونعطيك $1,500. حتى الانتاج بطل فيه وبالتالي حولوا الاقتصاد الانتاجي لاقتصاد ريعي. يعني انت قاعد بس انت ما عم تعمل شيء بتقبض فايدتك لاخر شهر. خلت الناس كلها تتنبل تقعد بكل بساطة وتأرجل الليل وصبح وظهر وعشية وقرط السوالف وطق حنك وما تشتغل وما قدرت تشتغل. إلى أن أنت الأزمة بسنة 2019 لقينا بدأت الناس بس صارت تحصل مصاري تعمل التالي. صارت تفتح دكانة، صارت تفتح مصبغة، صارت تفتح محل سمانة، صارت تفتح أدوات صحية وبلشت ترجع تمشي الحياة. كنت بوقت صار في سنة 18 بدك كهربجي ما فيه، بدك بلاط ما فيه. كل العالم قاعد حاطة مصرياته ما عم تعمل شيء. شوفي على مشاكل مع رب ضارة النافعة يعني حرك. صحيح الحمد لله. بالناحية الثانية انه صارت ازمة العالم توقع شو هو، فبتلاقي هلا الناس لا في تكاكين صغيرة وصار في حدا بيبيع كعك وحدا بيشتري. ومن ثم اجت الحرب. اجت الحرب لا شك انه شلت الامور من جديد بمحافظات. واذا بتشوفي مثلا بالسياحة يعني برايك كان لبنان بلش يستعيد انفاسه بالاقتصاد واجت الحرب رجعت ردته لورا؟ على الاكيد. لبنان بسنه 22 العالم نص نص. بسنه 23 لشهر 10 7 اكتوبر ل 30 9 كانت الناس بلشت ترجع تستعيد عافيتها وتمشي امورها وتنتج من جديد وما عندها مشكل والاقتصاد الخاص عافى حاله. بدات الدوره الاقتصاديه من جديد تمشي. بس العطر على الاقتصاد على القطاع العام يعني. لكن القطاع العام الخاص دائما بيرجع بيتاقلم بس ايه القطاع العام يعني شو عملوا؟ يعني هلا بتشوفي لنفترض قال بيقبض الموظف يعني هو عمود الدوله يعني القطاع العام 18 مليون وبيعطوه بدل حوافز وبدل مش عارف شو والاجارات بالدولار فاتوره الكهرباء بالدولار كل شيء بالدولار. مش بس هيك حتى نحن كنا متوقعين 2024 يكون السياحه منيحه وبالتالي بيعدل اموره. كمان اكلنا ضربه بالسياحه كثير كبيره بسبب الحرب. بسبب الحرب على الاكيد. نحن اليوم محافظه الجنوب قاطبه بتشتغل على السياحه البحريه والاثريه. محافظة البقاع وبعلبك الهرمل بتشتغل على السياحة النهرية والأثرية. ومحافظة بيروت اليوم طبيعي تتأثر لأنه اليوم اللي بده يجي ما رح يجي بده يقعد بفينيسيا مثلا أو بأوتلات الكبير اللي رجع يطلع ويتوزع. ولكن في عدم استقرار بأثر. صحيح. فالأوتلات فاضية والمحافظات اللي حكيت فيها صار فيها مشكلة. فراحت الناس اللي اجت من السياح الى محافظة بعبدة جبل لبنان كالمتن وكجوني وكالشمال. السياحة بلبنان هلأ صارت عندنا 35% علما انه البعض بيقول لك انه السياحة بلبنان رغم الحرب اليوم بألف خير بسبب التفاؤل بهيدا البلد وبتفوت على المطاعم ما في محلات. هذا امر مختص لانه المطاعم ليفلز. ايه؟ اليوم بتفوتي على المطاعم اللي هي موجودة فيها الناس اللي هي سياح اللي هي عم تجي لهون وفيها طبقة من الناس اللي بتفوت عليها. بتروحي على مطاعم وسط فيها الناس اللي عم تدخل. لبناني بحب الحياة يعني. هذا مش معيار. هذا لا أبدا منه معيار. لو هو معيار بهذا الموضوع على أكيد كنا نحن بنشوف أنه الوضع بيختلف. لأنه اليوم المطاعم إذا بتشوفيها من جنوب للشمال من بيروت للبقاع بدها 500,000 شخص بيكون معبيها كلها.
هول 500 ألف شخص مهني موجودين أصلاً بلبنان. عنا نحن فوق 18 مليار دولار بعدها بالبيوت اليوم، فأكيد رح تشوفيها. بلس هي الناس الطبقة الثانية اللي هي الوسط، بيقدر يفوت على مطاعم الوسط، عندها مغتربين من برا عم تحول لها مصاري. اليوم إذا ما فيش بيت ما فيه مغترب واثنين فيها، إذا حول كل واحد 200 دولار بيعملوا له حركة اقتصادية. وبالتالي لذلك بتشوفي أنت الكافيات والمطاعم اللي هي من الليفل 1 للليفل 10 هي موجودة كلها معبية، ولكن البكاء مش هون. عندنا أكثر من 65% نحن من الناس عايشة تحت 10,000 ليرة لبنان، يعني تحت نص رغيف الخبز. نحن ما بنشوف المناطق، نحن عم نشوف اللوك من فوق. صحيح. بس تعي فوتي بالأحشاء من تحت وشوفي. صحيح. في عنا مشاكل كتير كبيرة وما بتنحل. وأبرز دليل نحن اليوم كنا معولين بال 2024 على الوجود أنه نحن يكون مثلا عنا سياحة 100%. نحن السياحة اللي عنا 35% وأصل 100%، وبالتالي هذا الهدر كتير كبير عنا. حتى أكتر من هيك، لأن العالم بتاخد بالستاتستيك المطاعم والكافيات، خدي بالستاتستيك الأعراس. أي. أنا من ضيعة كان عمل فيها يعني. كان عمل فيها بالأحياء، يعني الناس اللي هي على قد حالها صار في حالة تقشف. هلا أكيد كانت كل لا الناس لا، ما نحن انفصلت كمان مثل الطبقة، مثل طبقة الطبقة المادية. اليوم الناس اللي معها مصاري عم تروح على الريزورت الكبير وتعمل أعراس. أوكي. بينما هيدا الناس الوسط اللي كان يجي يعمل سهرة على قد حاله ويعزم أولاد الحي ويعمل عرس ويتزوج ويروح على بيته. أصلا ليه كمان في طبقة وسطى مش معدومة هلأ، ولا بمرحلة معينة رجعت الطبقة الوسطى؟ لا سؤال يعني بالاقتصاد اللي صار بال 23 و 22 أعادوا إعادة ترميم الطبقة الوسطى من اعتبري 20% من الناس إلى 6%. هذه عندها منفعة حدية بتعيش، ما بتقدر تكون معها 50 و20 مليون دولار، ولكن بنفس الوقت قادرة تكون هي عم تلبي حاجاتها، مش بحاجة لحدا. هذا الموضوع يعني بيأكل بيشرب بينام، بيعمل إنشورنس عنده ولاده بالمدرسة ونقطة على السطر. ما بينما نحن عم نشوف، نحن عم نقول على هيدي الأعراس، هيدي الناس اللي قادرة يكلف عرسها 2000 دولار كمان بطل فيه موجود، صار تروح بتجيب العروس بتتزوج وخلصت. لأنه بتقول هو 2000 دولار أنا بروح بحط فيهم غرفة قاعدة. وبالتالي نحن عنا أزمة كتير كبيرة بلبنان، بس نحن تنتهي الحرب الاقتصاد الخاصة يعافي نفسه بنفسه. ونحن بالنسبة لنا موضوع اللي بتسمعيه إنه جنوب تدمر، نحن جنوب الله معنا إن شاء الله، والله بيعمر معنا. مرانا بال 2006 دمرت بيوتنا كلها، وبس هلأ هالمرة مين حيعمر معنا؟ هيدي بدها حلقة تانية يعني. لا هيدا الجنوب نعم. اليوم بس يقولوا خلصت الحرب نعم. بنفس الليلة كلهم بيجوا بيروحوا على ضياعهم. نحن عنا تجربة سابقة ومنعرف. على أمل رئيس المجلس المالي والاقتصادي للدراسات دكتور علي كمون، أشكرك على هذه القراءة. تسلمي لي، عزبتكم، يعطيكم ألف عافية. لا ولو مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لكم، وإلى اللقاء.